فريد هلا طولك وعرضك ما معك 100,000؟ يا اخي ما معي 100,000، ما عم اقول لك عم دور على شغل، عم فتش على شغل وما عم لاقي شغل. رح الاقي لك شغل. لك حملتني سخني بردي وجيبتني لهون. ايه شو في هون؟ شو هو الشغل؟ فهمني بس. لا العب على حصان قبل ما يركض. لك ايه قبل ما يركض، عمره ما يرجع يركض. بس انا شو لي دخلي فيه للحصان؟ هلا بس يجي الحصان تعمل لك قرشين عباس. لخي هي قرشين. وينه هيدا عبد الله؟ يلا طلع عجيب. يلا يلا جينا يا زلمة. ساعة لتبويل؟ طيب ما حمام ما في مي. كنا مفقوطة معه المبولة أو شيء. أهلا أهلا، كيفك يا فريد يا حبيبي؟ عبد الله هيدا عباس، هيدا عبد الله. شو عليك عبد الله يا حبيبي؟ بدك تلعب لي على درات السخن. أها درات السخن؟ فريد أنت في عندك حساب قديم هون، قبل ما تدفع الحساب ما في يعني ما بلعب لك على شيء أبدا. يا لطيف. إيه طلع قالوا منك مصاري؟ ما قديه صاروا؟ 600,000. اوف انت عم تبلفنا يا عبد الله. فريد انا بفكر، انا مقيد لك اياهم على الورق والقلم. درات السخن قديه دافع؟ شو قديه دافع؟ قديه ليرته؟ انت بتعرف قديه؟ 4 ليرات و75 قرش. ايوه يعني هيدا شو؟ شو؟ هيدا اذا اجا ايه مسكر لك الحساب كله. واذا ما اجا؟ يا فريد هذا منه فافوري، انت بضلك مركز لي عليه، عم تحط كل مصرياتك عليه على الفاضي يا زلمه. نزلوا هذا بحصان بيركض بالسبق. اوكي بس ما لازم يصير صار له شيء سبق. ما انه فافوري لا غيره هلا اليوم ضروري. انا ما بلعب على الفافوريات. الفافوري ما بيجي. ما انت استمت فهمك. حط لي عليه 400,000. ايه وهيدا بس يجي. ايه خلص بكون سكرنا المصريات. ما عذرت قبل ما تحط لي 600,000 هون المكسورين عليك القديمين، ما بلعب لك شيء جديد. لحظه فريد. إيه؟ هلا انت جاي تلعب معك مصاري تحط 400,000؟ لا عباس. لو كيف بدك تلعب طيب فيها وما عم بفهم؟ تاخذ الخاتم. شو بدي بالخاتم يا زلمه؟ هذا تنك، هذا خاتم، هذا فشلت قرارتك، هذا تنك، هذا خاتم العيله. بدك تعطيه خاتم جدك الرئيس الكبير؟ إيه؟ كرمال السبق برهنه بحطه عنده برجع عني بس صيب برجع باخذ منه. انا شو بدي بجده وشو بدي بعائلته وسليلته؟ انا لا تجيب سيره الاهل على لسانك. تاخذ السنسال. لك هذا جنزير ومصدق كمان سنسال بقول لك ملا جنزير. تاخذ العوينات. طب شو بدي بالعوينات يا فريد؟ تاخذ الصباط. ايوه شو بدي بالصباط؟ نزلوا الصباط. ما بتاخذ صباط؟ لا ما بدي صباط. هيدا اغلى صباط عندي. اي عاد شو بدي فيه انا؟ شو بدي اعطيك اغلى من الصباط؟ ما بعرف انت دبر حالك. شو بعطيك اغلى من الصباط؟ ما شو مصيبه عباس؟ شو بك؟ انت ما بدك تشتري؟ ايه بدي اشتغل. انت ما بدك واحد يشطف لك المحل؟ ايه يشطف لك المحل، يشطف لك مش يشطف. ايه ويسوي لك قهوة للزباين. ايه بدي واحد مين وين؟ هيدا عباس. ارمي انا بدي اشتغل هيك على الشغلة. هلا انت ضلك عنده انا بس يسيب اليوم درات السخن نحلق له بنرجع بتفل انت. مضموني هيك؟ اكيد عباس. يا فريد انا بدك تشغلني هلا قهوة وشطف وغسيل. شغل عيب عباس؟ لا ما منه عيب لك والله منه عيب. بسم الله عليك انت مال خلق ملعت الذهب بتمك. اول شيء كل واحد بيشتغل شو اسمه خطوه خطوه. مزبوط خطوه خطوه. بحط لك عباس عندك. ايه اوكي. بتلعب لي على درات السخن. بركي ما اجوا درات السخن. بتخصمهم من معاشه. اه والله. لك لحظه لك كيف عم تفتي لي اياها؟ انه انا شو بده يطلع لي هون من الشغل حتى طلع مصاري؟ شو بيطلع لي؟ بيطلع لك معاشك. لك ايه معاشي بس وينه؟ ما راح يروح لإله. مين قال لك بده يروح لإله؟ ما جاي درات السخن. لك كيف عم يبرم لي اياها؟ يمين وشمال انا قبلان فيها. خير قبلها درات السخن ب 400,000. يلا اوكي يا فريد طول بالك. أه؟ لك طول بالك بقى. على شو بدك زتني هزتني وتضلك رايح؟ شو شبك كانك تلميذ حضانه؟ ابي دخيلك لتركني ما بعرف والله اصحابي. شو شبك؟ لك بني تلميذ حضانه بس ما معقول تتركني بهالموقف. انا موقف تركك بالمكتب. هلا مين اللي عم يفتري علي؟ ما انا. لحظه مش انت اللي جبتني لهون على اساس اشتغل؟ بلا انا. ايه ومش انت اللي قلت لي انه بدك تعمل قرشين؟ بلا انا. يعني معناته انت اللي عم تفتري علي؟ ما انا. لك كيف ما انا؟ ما انت بدك تشتغل دبرني لك شغل عباس تكرم عينك. لك كيف عم؟ لك يا الله. وين بس بدك تدبر له شغل؟ بدخيلك دبرني شغل انا يا عبد الله شغل، دبرني لك شغل وعم بتطلق. لك شطفه تمسيح؟ شو؟ بسم الله عليك عباس. انت ابن الارض طمصم بحياتك شاطف بيتك. انا؟ انا رايح. يا ولد عباس. من ايدك هاي لايدك هاي. الله يخليك ما تتركني هون وتروح. اخي لا تتركني انا كأنك تلميذ حضانه يا نوسك. وعم درات السخن انا اكيد هلا برجع بعضور بخدك. يا ولد قوم جيب السطل بلش اشطف. يلا دغري يلا دغري صرت نظايفه انت وبدك تشطف. يلا 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 ماشي انا فرجيك يا فريد الله لا يوفقك.